السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم منهج Time for English. طبعا المنهج بتاعنا بيتقسم إلى 6 وحدات، 6 units. النهاردة هنشتغل على Unit 1، الوحدة الأولى في منهجنا، At the campsite. وAt the campsite يعني في المعسكر أو في المخيم. وحدتنا 4 أقسام، هنشتغل على 4 مع بعض. أول حاجة conversation time اللي هو وقت المحادثة، هيكون عندنا محادثة في المخيم. بعد كده word time اللي هو وقت الكلمات، ده مجموعة من expressions من التعبيرات والكلمات، لازم ذاكرها كويس. وبعد كده practice time اللي هو وقت التدريب أو الممارسة اللي هو الجرامر. وبعد كده الفونكس تايم، وده يبقى آخر جزء معانا في وحدتنا النهاردة اللي هو وقت الصوتيات. طبعا كل طالب يذاكر الوحدة براحته. أول صورة في المحادثة عندنا في كتاب المدرسة، عندنا هدى داخلة على منى في المخيم وبتصحيها، بتقول لها wake up منى، wake up منى يعني استيقظي يا منى، wake up منى يبقى wake up يعني يستيقظ. ردت عليها منى زي ما احنا شايفين بعد ما خرجت من الخيمة، قلت لها what time is it هدى، هو دلوقتي الساعة كام. لما نحب نسأل حد عن الوقت بنقول له ايه، what time is it هدى، يا هدى هي الساعة كام. قلت لها it's 7 o'clock، الساعة 7، it's 7 o'clock، الساعة دلوقتي بالظبط 7 صباحا. it's time for breakfast، it's time for breakfast يعني إنه وقت الإفطار، it's time for breakfast، breakfast اللي هو الإفطار. لا طبعا good، I'm hungry، كويس أنا جعانة جدا، يبقى منى جعانة وفرحانة إن الوقت وقت الفطار. زي ما احنا شايفين في الصورة الثالثة بيتحركوا ناحية الفطار. منى قالت smells good، smells good، smells good يعني رائحته جميلة. What's for breakfast؟ هو النهاردة احنا هنفطر بإيه؟ What's for breakfast؟ الفطار النهاردة في إيه؟ ردت زميلتها لها We are having beans and eggs، We are having beans and eggs، وبينز يعني فول، النهاردة احنا هنفطر بفول وبيض. آخر صورة طبعا شافت الأكل وأخدت الطبق بتاعها، وطبعا قالت my favorite، ومهم دي لما يكون الأكل عجبنا، طبعا my favorite يعني ده الأكل المفضل بتاعي اللي هو الفول والبيض. بعد المحادثة عندنا طبعا في سكر وسكرة متعودين عليهم من السنة اللي فاتت. عندنا سكر بيقول سكرة what's wrong، what's wrong، ما الأمر، ما المشكلة، مالك يا سكرة في ايه، شايفك كده مشغولة. قالت له I can't find my sunscreen، أنا مش لاقية الكريم الواقي من الشمس. قال لها It's next to your camera، It's next to your camera، إنه بجوار الكاميرا. قالت Oh there it is، لقته طبعا جنب الكاميرا، وهنا سكر ساعد سكرة في إنها تلاقي sunscreen. طيب المحادثة بتاعتنا نستفاد منها حاجة مهمة جدا اللي هي telling the time، telling the time اللي هو إخبار الوقت. لما نحب نسأل حد عن الوقت إزاي هنسأل وإزاي هنجاوب، في طريقتين، what's the time، what's the time، يبقى what's the time يعني ما الوقت، أو what time is it now، what time is it now، what's the time أو what time is it now، الطريقتين صح. طب لما أحب أجاوب على السؤال، لما حد يسألني يقول لي يا سنة 5 what is the time، أرد أقول له إيه، عندي في طريقة في الإجابة، ببدأ بإتس إنها اللي هي الساعة يعني، بلس زائد أنزل رقم الساعة يعني الساعة 2 أقول إتس 2، الساعة 3 أقول إتس 3، وبعد كده كلمة أوكلوك، وكلمة أوكلوك يعني تماما أو بالضبط. طب هنا الساعة اللي مرسومة معانا كام؟ طبعا 3، يبقى أقول مثلا إتس 3 أوكلوك، يبقى what is the time، إتس 3 أوكلوك. الملاحظة التانية اللي عندنا النهاردة، لما أحب أقول لحد ما الأمر أو ما المشكلة أو أنت مالك، بقول له إيه what's wrong، what's wrong يعني ما الأمر أو ما المشكلة أو أنت بتشكي من إيه.
اهم الكلمات اللي اركز عليها جدا، يا ريت تنطقها معايا. يلا wake up يعني استيقظ. wake up. what time، what time يعني ما الوقت. o'clock، o'clock يعني تماما او بالضبط. it's time for حان وقت. it's time for breakfast، breakfast اللي هو وجبة الإفطار. lunch، lunch اللي هو الغداء. dinner، dinner dinner وجبة العشاء. good، good good يعني جيد. hungry، hungry و hungry يعني جوعان. smells good، smells good يعني رائحته جميلة أو جيدة. have يعني يملك هنا يتناول. beans، beans يعني فول. eggs، eggs يعني بيض. favorite، favorite يعني مفضل. wrong، wrong يعني خطأ. what's wrong يعني ما الأمر. find، find يعني يجد. sunscreen، sunscreen يعني كريم واقي من الشمس. كاميرا، كاميرا اللي هي الكاميرا. الدرس الثاني معانا الـ word time. خلصنا الدرس الأول، ندخل على الدرس الثاني. cook breakfast يعني يطهو وجبة الإفطار. cook breakfast، cook breakfast. الصورة الثانية listen to stories، listen to stories يعني يستمع إلى القصص. listen to stories حرف T في listen silent لا ينطق. love a jokes يعني يضحك على النكت، لما حد يقول نكتة قدامي. love a jokes. climb a mountain حرف B silent، وعادش يقول climb، لا wrong. climb a mountain، climb a mountain يعني يتسلق الجبل. watch the sunrise، watch the sunrise يشاهد شروق الشمس. watch the sunrise، sun طبعا يعني شمس. play cards، play cards اللي هو يلعب كوتشينة. play cards، play cards. wash the pots and pans، wash the pots and pans يغسل أواني الطهي الأطباق والكلام ده كله الموجود في المطبخ. clean the tent، clean the tent يعني ينظف الخيمة. كلمة tent اللي طبعا موجودة في المعسكر، ودي آخر حاجة في word time. الدرس الثالث ال practice time اللي هو درس الجرامر. هنشرح قاعدتنا النهاردة سهلة جدا اللي هي زمن the past simple، والpast simple اللي هو زمن الماضي البسيط. الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل، يبقى تعريف الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. طيب يا سنة خمسة، الأفعال في اللغة الإنجليزية كلها نوعين، إما فعل regular يعني فعل عادي، يا إما فعل irregular يعني فعل شاذ. النهاردة مش هناخد الأفعال الشاذة، هناخد الأفعال العادية، وإن شاء الله في الوحدة اللي جاية هناخد الأفعال الشاذة. الفعل العادي بنضيف له دي، حرف الدي أو إي دي. إمتى أضيف دي وإمتى أضيف إي دي؟ بمزاجي؟ لأ طبعا، حرف الدي لما الفعل يخلص بإي زي اللايك، آخره إي يبقى لايكت يعني يحب، يبقى الدي لما يكون آخره إي. طيب والإي دي مع باقي الأفعال زي watch، watch it، watch يعني يشاهد، watch it. طيب عندنا صورة هنا الأولاد بيعملوا إيه؟ بيسمعوا القصص ويستمع للقصص يعني listen to stories. يلا نحولها للماضي. they listen to stories. listen أحط له دي ولا أحط له إي دي؟ هنضيف له إيه سنة خمسة؟ طبعا إي دي، يبقى they listen to stories. طيب النهاردة هنتعلم إزاي نعمل question، سؤال. لازم نبدأ بكلمة did، نجيبها من عندنا معناها هل. طيب وبعد ديت؟ بعد ديت قال لي هننزل الفاعل اللي هو الاي او الهي او الشي او الات،
عن سكن اللي هي الضمائر الشخصية، وبعد كده المصدر من الفعل الموجود، يعني لو listened هنرجعه للأصل ونشيل منه الإضافة، هي دي كلمة مصدر يعني الفعل بدون أي إضافة. يلا نعمل سرعة الجملة اللي موجودة معانا، هتبقى did والفاعل they، وهنزل listened هتبقى listen to stories. يلا نقولها تاني، did they listen to stories، هل هم يستمعون إلى القصص؟ ممكن نجاوب yes ونعمل عملية المقص، أو yes they did، نعكس did they هتبقى they did، يبقى نقول yes they did، وممكن أقول no they didn't، لا هم لم يستمعوا للإيه للقصص. عشان نفهم الدرس أكتر هنبتدي ندخل على تدريبات الكتاب المدرسي، نحل كده مع بعض مجموعة الصور الموجودة. عندي صورة he wore the boots and pants، هو بيغسل أواني الطهي زي ما انتوا شايفين في الصورة، ومديني برضو كلمة yes. يلا عايزين نعمل question، عايزين نعمل سؤال، لازم يا سنة خمسة نبدأ بديت وبعد كده الفاعل، يبقى نقول ايه did he، ونزل wash المصدر هي هي، يبقى did he wore the boots and pants. طب هو عطيني فوق yes، يبقى نقول yes ونعكس did he، لما نعكس did he هتبقى he did، يبقى نقول yes he did. هل هو غسل أواني؟ نعم هو قام بالفعل. اللي ما فهمش مثال كمان عندنا هنا، في جد في الصورة وابنه بيشوفه أو حفيده بيشوفه أهو they climb a mountain، هل هم هنا بيتسلقوا جبل في الصورة؟ لا طبعا، ده بيشوفوا شروق الشمس، فهو مديني هنا في الصورة في كتاب المدرسة no watch the sunrise. يلا نعمل السؤال في الأول ونجاوب بنو، هنسأل بكلمة ثابتة مش هتتغير في الدرس بتاعنا، اللي هي كلمة هل، اللي هي بتسأل على الماضي، اللي هي كلمة did، يبقى did الفين they climb a mountain، هل هم تسلقوا جبل هنا في الصورة؟ طبعا no. يلا نعكس did they، لما هنعكسها هتبقى ايه no they didn't. طب هم عملوا ايه watch the sunrise، يلا نعمل بقى جملة نقول هم شاهدوا شروق الشمس، يبقى they watched the sunrise. هسيب لكم بقى الصور تعملوها في الكومنتس او في صفحتنا وصححها لحضراتكم. الفونكس تايم اخر حاجة معانا في الوحدة chair، كرسي chair chair، سي اتش بنطق تشا chair، fish fish، الاس اتش هنا بتتنطق شا fish، mother 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 يعني أم، التي اتش هنا بنطق ذا mother، زي brother father، three يعني رقم ثلاثة، التي اتش هنا بنطق ثا bread 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 يعني خبز، present 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 يعني هدية، البي هنا تقيلة present present، أخضر green 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 يعني لون أخضر، tree 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 يعني شجرة tree tree، طبعا الكلمات دي مهمة جدا tree. نكمل drum drum drum، ودrum يعني طبلة drum drum. يبكي cry cry cry، دي بقى اللي هي الزحليقة اللي في المودي في مدينة الملاهي slide 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 slide، طائرة plane plane plane، وردة أو زهرة flower 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 flower، ودي برضو يعني flower بس F L O U R، spoon
سبون سبون يعني ملعقة. سبون سنيز ده بيعطس. سنيز يعطس سنيز سنيز. آخر كلمة معانا في اليونت سمايل سمايل سمايل. سمايل يعني يبتسم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. انتظرونا إن شاء الله في استكمال باقي المنهج. المذكرات والتمرينات كلها إن شاء الله هتلاقوها في صندوق الوصف في رابط البيج أو الجروب الموجود في صندوق الوصف. مع تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.